المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا المساء وإليكم أبرز العناوين. ولغرب دارفور برفقة لجنة أمن الولاية يقفون على أوضاع اللاجئين بتشاد. البرهان يترأس اجتماع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري. أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري مساء أمس اجتماع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الطاهر أبو بكر حجر وممثلي القوى السياسية والمهنية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية يونيتامسا والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد. وتم خلال الاجتماع تسليم مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية السياسية، كما استعرض الاجتماع جهود لجنة الاتصالات مع القوى المتفق عليها والتي لم توقع على الاتفاق الإطاري. هذه المسودة تتكون من 6 أجزاء. الجزء الأول هو الاتفاق السياسي النهائي، وهو مبني على الاتفاق السياسي الإطاري مع مزيد من التفصيل حول هياكل السلطة الانتقالية المدنية، و5 أجزاء ملحقة هي عبارة عن ملحقات بروتوكولات بالقضايا الخمسة اللي تم الاتفاق أن يتم مناقشتها بصورة أوسع خلال المرحلة النهائية. 4 من هذه القضايا اكتملت النقاشات حولها في مؤتمرات وورش العمل التي عقدت في الفترة من 9 يناير وحتى الآن. اعتمدت لجنة الصياغة على تجميع التوصيات التي صدرت من هذه الورش والمؤتمرات واعتمادها كما هي. تفقدت حكومة ولجنة أمن ولاية غرب دارفور مجمل الأوضاع بالوحدة الإدارية تندلتي التابعة لمحلية الجنينة عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة، منطقة كفرنا التشادية التي فر إليها عدد من المواطنين. وأكد المدير التنفيذي لمحلية الجنينة خليل حامد دقرشو استقرار الأوضاع بالوحدة الإدارية، مناشدا المواطنين الذين فروا من المنطقة وعبروا الحدود إلى منطقة كفرنا التشادية، ناشدهم بالعودة إلى منازلهم، خاصة وأن الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة أسهمت في تأمين المنطقة وفرض هيبة الدولة، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي ترمي إلى زعزعة استقرار المواطن. الآن الحمد لله يعني الوضع الأمني مستتب تماما في منطقة تندلتي، والأمن الآن مستقر تماما، وعدد كبير من أخوانكم برضو موجودين هناك. نحن نطمئنكم بأن الناس ما يلتفتوا للشائعات وما يسمعوا الشائعات المغرضة. زي ما ذكر السيد المحافظ، تشاد هي منطقة تانية بالنسبة لنا، وهي جزء واحد، ونحن كلنا أصلنا واحد، سواء كان كنا في تشاد ولا في السودان. في النهاية قبائل متداخلة، حدود بالنسبة لنا يعني فقط حدود سياسية، ولكن كل الناس أسرهم معروفة وموجودين مع بعض. ما نرجوه من الأهل أن الناس ما يلتفتوا للشائعات، وما في أحسن من الاستقرار. الآن المنطقة الوضع الأمني مستتب تماما، القوات النظامية فارضة هيبة الدولة، وكل الناس موجودين. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني تعودوا سالمين غانمين مؤمنين في بلدكم، وما نرجوه منكم التعاون مع السلطات والقوات النظامية الموجودة. وفي السياق، أكد والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر أكد قدرة الحكومة على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ليعم الأمن والاستقرار ربوع الولاية، مشيرا إلى حجم القوات التي أرسلتها الحكومة فور وقوع الحادث، داعيا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية ومحاربة المتفلتين وعزل المجرم باعتبار أن ليس له قبيلة. جدد المناشدة للمواطنين الذين عبروا الحدود إلى دولة تشاد بالعودة إلى منازلهم في تندلتي، وأكد عزم وحرص حكومة الولاية ولجنة الأمن على الأمن والاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي تشهده المنطقة، وحيا حكومة تشاد على حسن استقبال الفارين، مؤكدا أن الشعب السوداني والتشادي يمثلان شعبا واحدا في دولتين. يس، مشكلة حصل، وإحنا رسلنا القوات، وقواتنا لازال موجود
اذا كان انتم شايفين قوات بسيطه، احنا عندنا القدره بنرسل قوات اضافيه. لا لا ده كله ما مهم، انتم شايفين احنا برضه ممكن نجي نقعد معاكم اذا ده الحل، لكن انبهكم اللجوء ما حل. ناشد متحدثون في مؤتمر صحفي بالخرطوم ناشدوا حكومة ولاية غرب دارفور بوقف نزيف الدم جراء الأحداث الأخيرة بوحدة تندلتي الإدارية بولاية غرب دارفور، كما طالبوا بضرورة تقوية الأجهزة الأمنية مع دعم الإدارة الأهلية، خاصة أن منطقة تندلتي من المناطق التي سلمت من الاعتداءات، كما قالوا أن الهشاشة الأمنية التي أصبحت تعاني منها المنطقة أدت إلى اضطرابات أمنية متكررة. نناشد كل الجهات ومنظمات الأمن الإنساني عليها أن تتدخل عاجلا في بالنسبة للاجئين الذين لجوا إلى جارة التشات. وهنا أيضا أرسل صوت الشكر للحكومة التشادية التي تمكنت من إيواء أولئك اللاجئين الذين فروا من تندلتي إلى داخل التشاد، وجزء منهم نزحوا إلى الجنينة، وكلهم الآن بلا مأوى بلا غذاء، ونحن الآن في شهر رمضان وتركوا بيوتهم من خلف، والآن الشباب موجودون داخل المدينة تندلتي لحراسة وحماية ما تبقى لهم من المباني وتبقى لهم من الممتلكات الموجودة في داخل الحي. أصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد أحمد قرارا إداريا رقم 70 بتشكيل اللجنة العليا ولجنة الخدمات المساعدة لامتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2023 برئاسة المدير العام وإشراف مدير التعليم الأساسي، مقررها مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي وعضوية الإدارات التعليمية ومساعديهم ومدير جهاز التحصيل الموحد والتعليم الديني والإعلام وممثل وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار وممثل شرطة الولاية وجهاز الأمن والمخابرات ولاية الخرطوم. وحدد القرار مهام اللجنة العليا في الإشراف على أعمال الامتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2023-2022، وتتولى لجنة الخدمات المساعدة أعمال السكرتارية والخدمات للجنة العليا. التقى الوزير المكلف بالتربية والتعليم بولاية النيل الأبيض مصطفى حسن موسى بربك، التقى مساعد معتمد اللاجئين بالولاية عماد مصطفى بحضور رئيس لجنة خدمات العائدين بمحلية الجبلين سليمان جودة، وبحث اللقاء دعم احتياجات منطقة جودة في مجال التعليم التي تم تقديمها من قبل معتمدية اللاجئين بالولاية، مثبنا الدور الكبير لمعتمد اللاجئين عماد مصطفى. ويذكر أن الدعم المقدم يشمل توصيل الطاقة الشمسية وتسوير وإنشاء دورات مياه مرفقة بالمدرسة الثانوية بجودة وغيرها من خدمات الصيانة الأخرى لتحسين وضع العملية التعليمية بالمنطقة. المجتمعات التي تقطن بجوار الأنهار ومصادر المياه غالبا ما تكون علاقتها بالزهور والورود علاقة طردية، يبدو ذلك من خلال كاميرا الشروق التي تجول بها الزميل محمد الفاتح موسى داخل معرض الزهور بكوستي، فلنتابع. انطلقت بمدينة كوسي فعاليات معرض الزهور الثالث بالنيل الأبيض الذي تقيمه منظمة شرايين الأمل بشراكة مع القطاعين العام والخاص، وقد اشتمل المعرض على عدد من الأجنحة المختلفة للشركات والمنظمات في هذا المجال. محمد بردسول مدير منظمة شرايين الأمل متحدثا عن المعرض: نحن منظمة شرايين الأمل قمنا بتنظيم المعرض بكل الليالي الثقافية والاجتماعية. الغرض من المعرض هو نشر صفة التعاون والتآلف بين الناس وترويع النفوس وترويع الأسر، خلق أجواء مريحة متنفس للناس يشم فيها راحة العبير وراحة الزهور وراحة الناس. نحن مرحب بكم، انتم كبشر حقيقيين اخترناكم لتكونوا لنا تكونوا لنا نموذج للعطاء والنماء والرياده. الجهات المشاركه هي اداره البساتين بشركه كنانه والمواصفات والمقاييس، اداره وزاره الزراعه باداره المختلفه البساتين الغابات الثروه السمكيه والحيوانيه، وزاره الصحه المعارض الخاصه ومعارض الزهور الخاصه، اصحاب الشركات اصحاب الصناعات اليدويه وهكذا. ومن جانبه أشاد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الأبيض الصادق محمد عثمان بتنظيم مثل هكذا معارض لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياحية. حقيقة هذا المعرض أخواننا في منظمة شرايين الأمل بذلوا مجهودات كبيرة ومقدرة،
وده المهرجان ولا المعرض الثالث، وحقيقة جمعنا العديد من الشركات والمنظمات العاملة في هذا الاتجاه. احنا نفتكر انه الزهور هي نواحي جمالية ومهمة، وهي فيها فوائد كثيرة جدا للعطور والأدوية بالإضافة للظل والأشجار المثمرة، ونفتكر انه ده مجهود كبير وجبار، وده بيؤكد انه هذه المنظمة عندها عمل كبير ومهم في إطار إرشاد للمنازل لربات المنازل والشركات للاهتمام بالحدائق والزهور في إطار الحدائق العامة. افتتاح معرض الزهور السنوي يمثل واحدة من المناسبات الترويجية والتسويقية الحاشدة لمدينة كوسي ومجاورها، يتنفس إبداعا شكلا ومضمونا كما تتنفس الزهور أريجا بعبق الزمان والمكان. لقناة الشروق الفضائية محمد الفاتح موسى، ولاية النيل الأبيض، كوسي. ختام هذا المساء أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيه. ولغرب دارفور برفقة لجنة أمن الولاية يقفون على أوضاع اللاجئين بتشاد. البرهان يترأس اجتماع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري. بهذا تكاملت نشرتنا لهذا المساء، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.